شباب، يا رب بخير. اسمي دكتور كرار، تدريسي في كلية دار الاقتصاد جامعة واسطة. اليوم محاضرتنا مع طلاب المرحلة الأولى قسم إدارة الأعمال. راح نحكي عن مقدمة للبزنس. أنت طالب مرحلة أولى إدارة أعمال، الهدف شباب من هذا الدرس أنه أنت تتعلم إيش قد ما تقدر من المصطلحات الإنجليزية اللي باختصاصك. صدقني هذا الشيء جدا مهم، واحنا استفادينا منه كثير من كنا بامريكا. ف ان انتدكشن تو بزنس، مقدمه للبزنس. راح نعرف بهذه المحاضره تعريف جدا بسيطه عن شنو يعني بزنس، شنو يعني جودز، شنو يعني سيرفيسز، شنو يعني ستاندردز اوف ليفينج، شنو يعني كواليتي اوف لايف، شنو يعني ريسك، شنو يعني ريفينيو، شنو كوست، شنو بروفيت. What do you mean by business? Google, a business is an organization that strives for a profit by providing goods and services desired by its customers. شنو يعني؟ Google, a business is an organization. هي منظمة. That strives, تسعى for a profit, للربح. منظمة تسعى للربح. By providing بتوفير goods and services, سلع وخدمات. Desired, مطلوبة by its customers. مطلوبة من قبل الزبائن. يقول يعني السلع والخدمات اللي يوفر لك إياها بزنس هي ميديكال كير مثلا، رعاية طبية، أوتو، سيارات، أو كاونتلس أذر جودز، يعني سلع وخدمات غير محدودة. شنو يعني جودز؟ What do you mean by goods؟ يقول goods are tangible. شباب tangible معناه ملموس، شيء تقدر تلمسه. Tangible items manufactured، مصنعة by business such as laptops، يعني أي سلعة أنت تقدر تلمسها. بينما الخدمات هي intangible، هي غير ملموسة. Offering of businesses that can't be held, touched or stored، ما تقدر تحجزها ولا تلمسها ولا تخزنها، هي خدمات. Physicians يعني الأطباء، lawyers محامي من يترافع وجاي يوفر لك خدمة ما ينطيك سلعة. Hairstylists الحلاق، car wash يغسل لك السيارة، and other things. هسه نجي شنو معنى standards of life. يقول businesses create goods and services. مثل ما عرف businesses اللي هي organizations، الشركات، المنظمات إلى آخره، تخلق لك سلع وخدمات. من أنت عايش في مجتمع بسلع وخدمات، هذا راح يساوي راح يصير عندك standard of living، راح يكون عندك مستوى معيشة. شنو يعني مستوى معيشة؟ يقول standard of living of any country، لأي بلد، is measured by output of goods and services people can buy with the money they have. شلون تقيس مستوى المعيشة؟ تقيس مستوى المعيشة بالسلع والخدمات اللي الناس تقدر تشتريها بفلوس اللي عندهم. كل ما الأمور اللي تقدر تشتريها بدخل مالك كثيرة، معناها أنه أنت جاي تعيش بمستوى معيشة زين. مثل سويسرلاند، United States يقول has one of the highest standard of living. الولايات المتحدة عندها أعلى مستوى معيشة. بينما مثلا أنت تشوف سويسرا معدل الدخل للفرد أعلى، بس السلع والخدمات اللي يشتروها هي أقل بسبب غلاء الأسعار. راح نشوف السلايد الثاني عن السلع والخدمات. يقول as a result، كنتيجة لذلك، يقول the same amount of money، نفس الكمية من الفلوس اللي أنت تأخذها، buy less in these countries، تشتري بها أقل سلع وخدمات. يقول باليونايتد ستيتس، هاي أنا جربتها، تقدر تشتري من ماكدونالد وجبة كاملة بيها برجر، بيها بيبسي، بيها حلويات، وبيها فرايز، بيها هذه الفرنش فرايز البطاطا المقلية، أقل من $5. بينما نفس الوجبة تقدر تشتريها بغير دولة يجوز مو أقل من $12. هذا معناها إنه أنت جاي تعيش مستوى معيشة زين. راح نجي على فتش اسمه quality of life، يعني نوعية الحياة اللي أنت تعيشها. يقول quality of life refers to the general level of a human happiness. نوعية الحياة اللي تقيسها، شلون نقيسها؟ نقيسها بمدى سعادتك. مدى السعادة أو نوعية الحياة، شلون نقدر نقيسها؟ نقدر نقيسها as life expectancy، يعني إيش قد معدل أعمار الناس اللي يموتون. كل ما يزيد هذا المعدل معناه الناس مرتاحة، كل ما يقل معناه الناس تعبانة. Educational standards، المعايير التربوية. Health، الصحة. Sanitation، التعقيم. And leisure time، leisure معنى رفاهية. فهذين الأمور من تشوفها بمجتمع مرتفعات معناها يعيشون نوعية حياة زينة.
2017 فيينا أستوريا النمسا كانوا أعلى ناس بنوعية الحياة، بينما بغداد كانت أقل. سو هم استمرت استبيان، كانت بغداد مع كل الأسف حصلت على أقل نوعية حياة ممكن الفرد يعيشها. من تخلق نوعية حياة زينة، هذا شيء يتخلى لمخاطرة دائما. شنو تعريف المخاطرة؟ المخاطرة معناها is a potential to lose time and money or otherwise not be able to accomplish an organization's goals. يقول معنى المخاطرة هي potential، الإمكانية، to lose time and money، الإمكانية اللي ممكن تخسر بها وقتك، تخسر بها فلوسك. أنت تسمع مخاطرة يعني راح أخسر وقتي وأخسر فلوسي أو ما أحقق هدف المنظمة اللي أنا جاي أشتغل بها. فمثلا يقول without enough blood donors، بدون ناس يتبرعون بالدم، الأمريكان ريد كروس، الهلال الأحمر أو عفوا الصليب الأحمر الأمريكي، يواجه مخاطرة أنه ما يقدر يلبي طلب الناس اللي تريد دم. هذا نوع من المخاطرة. المخاطرة الثانية هي أنه يقول لك مايكروسوفت فيس ريسك أوف فولينج شورت أوف ذا ريفينيو، مايكروسوفت تخاف أنه العائد اللي يجيها يقل، فهذا نوع من المخاطرة. شنو ريفينيو؟ شنو العائد؟ يقول ريفينيو is the money a company receives by providing services or selling goods. ريفينيو هو العائد اللي يجي للمنظمة أو للشركة من تبيع سلع وخدمات. كوست شنو؟ يقول كوست are expenses، نفقات، مثل الرنت، الإيجار، سالاريز، رواتب، سبلايز، تجهيزات، ترانسبورتيشن، يعني أي شيء تنفقه أنت كشركة كمنظمة. General profit, if Microsoft has money left over after it pays all of its cost, إذا مايكروسوفت صار عندها فلوس بعد ما دفعت إيجار ورواتب ونفقات أخرى، من يبقى عندها فلوس؟ هذا معناه profit. أو بالعكس، إذا الكوست الكلفة اللي أنت دفعتها من إيجار ورواتب إلى آخره أعلى من العائد، إذا أنت عندك خسارة. تمام؟ أنا جدا أشكر استماعكم. أي سؤال عندكم إيميل موجود. جدا أشكركم وأتمنى لكم التوفيق. في أمان الله.